احتفالا بعيد الميلاد المجيد، تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بأشجار الكريسماس وأضواء الميلاد، وسط إجراءات احترازية وحرص على تواجد أعداد قليلة أثناء الاحتفال. شاركنا قداسة البابا تواضروس برسالة جميلة قدمها لشعب الكنيسة، فإحنا ممتنين. كان معانا طبعا بلا شيء بلا شك، يعني حاجة خلت كل المصلين يبقوا فرحانين، مندوب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وتأكيدا على أن أطياف الدولة المصرية تمثل نسيجا واحد، كان هناك حضور بارز لوفد من الأزهر الشريف لمشاركة الأقباط في احتفالاتهم بأعيادهم. وجود النهاردة لتهنئة إخواننا اللي بهذا المسيحيين بهذا العيد، ومن باب حضرتك طبعا اننا في مصر الجميع كلنا مواطنين في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهذا يمعن عن اننا تحقيقا لمبدأ المواطنة. الجدير بالذكر أن بداية خدمة الكنيسة الأسقفية في مصر كان في عام 1815، حتى تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية عام 1839، كما أنها تضم تحت رئاستها 10 دول إفريقية. وكعادتها مصر تحتفل، فلا يستطيع المصريون أن يغفلوا مناسباتهم المسيحية منها والإسلامية. فوسط إجراءات احترازية مشددة وتباعد ملحوظ، حرصت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة. كل عام مصر بخير. عمرو عبد العزيز، النيل.